الإنسانية، ولكن في دول الجوار حيث ينتشر لاجئون السوريون وتجري الاستعدادات تحسبا لفصل شتاء بما توفر من لوازم متواضعة ومساعدات خجولة. فقد طلب مدير صندوق اليونسف خلال تفقده لاجئين في لبنان، طالب المجتمع الدولي بفعل المزيد من أجل مساعدة لبنان حتى يتمكن من استقبال طوفان اللاجئين القادمين من سوريا. ومن جانب آخر، يواجه سكان مخيم الزعتري في الأردن ظروفا صعبة، وهم مقبلون على فصل الشتاء الذي عانوا منه في العامين الماضيين. هنا في مخيم كفر زبد في البقاع اللبناني يستظل لاجئون سوريون بخيام من البلاستيك، خيام لن تقيهم حر الشمس ولا أمطار الشتاء وبرده القارس. فلبنان يؤوي أكبر عدد من اللاجئين الفارين من سوريا، وتقدر الحكومة عددهم بنحو 1 مليون، يشكلون ربع سكان البلاد. وتبذل الجهات الرسمية كما تقول جهودا مضنية من أجل توفير الخدمات لهؤلاء اللاجئين في مناطق هي الأكثر حرمانا في لبنان. ويقول أنتوني ليك مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف خلال زيارة لمخيم البقاع، إن على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه من أجل مساعدة لبنان في مواجهة طوفان اللاجئين. اليونيسف تقوم بدور الشراكة من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال كي يتعلموا وليعودوا يوما إلى سوريا ويصبحوا قادة فيها، وأيضا نساعد الأطفال في زحلة التي زرناها لأن لبنان فتح حدوده وذراعه. إحصاءات الأمم المتحدة تقول إن أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في انتظار التسجيل، وقدر البنك الدولي التكلفة التي يواجهها لبنان بنحو 2,600,000,000 دولار على مدى 3 سنوات. وشاهد مدير صندوق اليونيسف كثيرا من الأطفال وهم يتلقون تعليمهم في الخيام المصنوعة من البلاستيك والقماش في ظروف تتسم بالصعوبة. قدرنا نلتمس من المخيمات انه هن عندهم حاجه كثير قويه لاولادهم يتعلموا، وفي استحاله في بعض الاحيان ليفوتوا على المدارس اللبنانيه، وكانت هيدي مطالبه كثير شديده من الكل. اما مخيم الزعتر الصحراوي قرب الحدود الاردنيه السوريه والذي يحتوي على اكثر من 100,000 سوري، فلا تقل الحياه فيه قسوه. ويقول اللاجئون في المخيم إنهم يخشون طقس الشتاء القارس في الأشهر المقبلة، وكان السكان قد واجهوا ظروفا صعبة في الشتاء الماضي عندما انهارت فوقهم الخيام وغمرت مياه الأمطار حاويات البضائع التي اتخذها الكثيرون سكنا لهم. وفي ظل هذه الظروف القاسية يجاهر الكثير من اللاجئين بالشكوى من أنهم لم يتلقوا حتى الآن المساعدات اللازمة. معنا من بيروت حسام الغالي، منسق اتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان. سيد حسام الغالي، هل ما بين أيديكم الآن من ربما من مواد ومساعدات كاف لدعم وإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان؟ سيدي، لابد للعالم أجمع أن يعلم أن الخرق أكبر بكثير من الرقع، وأن كل الجمعيات في لبنان الإغاثية والخيرية والمحلية والإقليمية والدولية لا تستطيع أن تسد حاجة اللاجئين السوريين إلى لبنان. نحن اليوم نتحدث عن 1.5 مليون لاجئ في لبنان، وبعض التقديرات تتحدث عن 2 مليون لاجئ. الأمم المتحدة تتحدث عن دخول أسبوعي ما بين 13,000 إلى 15,000 لاجئ أسبوعيا في الحالات العادية. اليوم تحديدا وصلت أكثر من 200 من العائلات إلى بلدة شبعة من جنوب دمشق عبر الجبال. التدفق اللاجئين هو تدفق كبير ومنتشر في كل المناطق اللبنانية، ولذلك نقول بصراحة نحن عاجزون على أن نقوم بسد هذه الاحتياجات. طيب، أين المجتمع الدولي؟ أين المساعدات العربية والإسلامية؟ أين منظمات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؟ وأين أيضا جهود الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني؟ جمعيات المجتمع المدني العربية والخليجية والأوروبية تحاول جاهدة أن تساعدنا، ولكن المسألة أكبر من قدرتنا ومن قدرة هذه الجهات التي
تحاول المساعدة. أما المساعدات الدولية فهي لا تستطيع أن تفي بحاجات الناس وإن كانت تصب على مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة. ونطالب الدول بأن تزيد من حصتها وأن تنتبه إلى هؤلاء الناس وأن تقوم بواجباتها الإنسانية على الأقل في مساعدة هؤلاء الناس. ونطالب الدولة اللبنانية تحديدا بأن تخفف من إجراءاتها الاقتصادية ومن إجراءاتها الرسمية التي تحد من عمل اللاجئين السوريين أو التي تحاول تضايقهم في موضوع سكنهم أو في موضوع إيوائهم أو في موضوع حصولهم على الإقامات الرسمية في لبنان. شكرا لك حسام الغالي منسق الاتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان من بيروت.